أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، إلى غير ذلك من مصنفات الحديث التي ألمت كلها بهذا السند الأصيل والحديث الكريم. ومن هنا نستروح بترجمة رواته الذين هم ستة من أكبر رواة السنة الكرام، الذين دلونا على سبع خصال من أعظم خصال الإسلام. فأولهم يقول الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان البصري الحافظ الحجة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وكان إماما مع أئمة الحديث والرواية والسند، وقد كان ذا مهابة وجلال، وقد وقف الأئمة الإمام أحمد وغيره كانوا يقفون يسألونهم وهم واقفون لجلالة قدره وعظمة مقامه في الإسلام. عن عبيد الله بن عمر بن العماري الصحابي المحدث قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب المديني المدني، روات له الجماعة، وكان مقلا في رواية الحديث ودقيقا فيه. عن حفص ابن عاصم ابن بكر اليمني الثقة، روت له جماعة. عن سيدنا وسيد السادات وسيد الصحابة أكرمين رضي الله عنهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأبو هريرة هو سيد الرواة وروية الإسلام، وأعظم من روى عن الرسول حتى أكثر من عائشة ومن خلفاء الأربعة، كان يسمى في الجاهلية بعبد شمس ابن عبد شمس، فلما أسلم في عام خيبر نزع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الرحمن، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني من قبيلة دوس، وهي قبيلة كبيرة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وقال: اللهم اهدي أم عبد الرحمن، فأتت مرقادة وأسلمت، ثم قال له: يا رسول الله ادعي لقوم دوس، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بها طائعة. فكانت أول قبيلة في الإسلام تدخل في دين الله مرة واحدة، فقالوا: ليس هناك من الصحابة رجل كان خيرا ونعمة وفتحا على قومه كما كان أبو هريرة إذ استدعى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فأسلموا بعد كفرين واستقاموا بعد انحراف. هؤلاء هم الستة الرواة الذين روى لهم الإمام البخاري وخرج لهم عنهم هذا الحديث. ومن لطائف هذا السنن، واللطائف هي نوع من الترف في الحديث ومن التعمق فيه ومن التخصص، فنراه أنه استعمل التحديث بلغة الجمع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد بلغة مرتين بلغة بصيغة الجمع، واستعمل التحديث بلغة مرة واحدة، واستعمل العنعنة أربع مرات، وروى الرجل يروي عن خاله وجده، فعبيد الله روى عن الراوي الخامس وهو حفص بن عاصم عن أبيه هريرة، وحفص خاله وأبو هريرة جده. فمن خصائص ولطائف هذه السنة أروى الرجل عن أبيه أو حتى عن ابنه أو عن خاله أو عن جده، كما هنا. ثم نجد الراويين الأولين بصريان، والرواة الأربعة بعدهم مدنيون، كلهم مدنيون. هذا نوع من لطائف الحديث يتطرف به ويتعطر به مجالس الحديث، كناية على مسقط رأس الرواة ومواطنهم وأصولهم وتاريخ إسلامهم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، سبعة. والسبعة هنا هل هي مذكورة على سبيل التمثيل أم على سبيل الحصر؟ ولكننا نجد الأصوليين أن عندهم قاعدة أساسية، أن مسائل التكليف ومسائل الدعوة الكبرى والهداية السامية لا مفهومة للعدد في أسمائها، بل يكون العدد هنا بمعنى اللقب، ولا مفهومة لللقب في السنة ولا في الحديث. ومن ذلك
أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هل يقصد الله سبحانه وتعالى حساب ليلة القدر؟ لا، إنما مقصود هو التفخيم من شأنها وتعظيم مقامها حتى يسارع الناس إلى ملئها بالعبادات وبالذكر وبالصلاة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن من هذا المقام فليغفر الله لهم. وقال الله تعالى أيضا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالمقصود بالسبعة هنا من باب التمثيل والتذكير والإغراء بفعل الخيرات والمبرات لا على سبيل الحق، ذلك أن هناك خصائل وخصائص ومزايا في الإسلام غير هذا، مثلا كإبراء وإنذار المحسن وتنزيل الدين عن كله أو بعضه، وكإعانة الملهوف وإغاثة الجائع ومساعدة المجاهد، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: من أنذر مدينا أو وضع له، من أنذر وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي أماله، من أنذر معسرا أو وضع له، أي تنازل عن، كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما يؤكد أن هناك خصائص أخرى، مما يدل على أن العدد هنا للتمثيل لا للحصر. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والظل هنا الظل لغة هو الفيء، والفيء متنقل زائد، وحاشا لله أن يكون ظل الله ناقصا، أو ظل العرش أو ظل الجنة متغير متبدلة. وهنا قال: ما هنا الظل؟ هل هو ظل العرش أو ظل الجنة، أو هو أن يكون الإنسان في كرامة الله وحمايته يوم العرض عليه من هول يوم القيامة ومن النشور ومن الحساب ومن العقاب، وهذا هو الأولى. ومن هنا قالوا أنه مزية هؤلاء السبعة ومن عداهم تكون في حمايتهم بأعمالهم السابقة في الدنيا وبكرامة الله لهم جزاء ما فعلوا، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانوا في ظل العرش، لأن ظل الجنة لا تكون إلا بعد الحساب وبعد النشور وبعد الصراط. والحماية والكرامة وحدها لا تكفي، ولكنه إذا كانوا في ظل العرش، وهو العرش الأزلي الخالد للرب سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى، فإنهم سيحفظهم الله من هول العذاب وهول العقاب وهول الأولى. فإذا ظل هنا ظل عرش الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا في حمايته وكرامته وسلامه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم ما هم هؤلاء السعداء الكرماء الموجدون في السماء والأرض؟ أولهم الإمام العادل ونظرا لنفعه وفضله وعموم مصلحته ومنفعته للرعية وللمسلمين قدم على كل هؤلاء الستة ومن عداهم. والإمام العادل هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الأعظم، وهو ظل الله في الأرض. وقد عرفه الإمام الكرماني تعريفا جميلا رقيقا يجمع معناه، وخاصة معنى الرئيس والملك من يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن في الأزمنة التالية. قال: هو الواضع للأشياء في مواضعها، هو الواضع للأشياء في مواضعها، الجامع لمقومات الكمالات الإنسانية، أي كما يقول الإمام الكرماني وهو من مجتهدين ومحقق الإسلام في الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي، الواضع للأشياء في مواضعها، وهو الجامع للكمالات الإنسانية، أي المطيع لأحكام الله المراعي لحقوق عباد الله. فهذا التعريف جامع مانع لكل حقوق وواجبات الراعي والرعية قبله، فهو المطيع لأحكام الله وهو المراعي لحقوق عباد الله. وروينا في سنن الإمام الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثا سنقتصر على بعضها هنا لتمجيد الإمام العادل ولبيان مقامه في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة إمام عادل،
محسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، لأنهم يعدلون في أحكامهم وفي أهليهم وفيما ولوا. ومعنى هذا أنه يدخل في عدال الإمام العادل كل من ولي من أمور المسلمين أمرا فعدل فيهم، فله هذه الشروط وله هذه الخصائص. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل من بين الثلاثة الذين تقبل دعوتهم، فقال ثلاثة تقبل دعوتهم: الرجل المظلوم والإمام العادل. ومعنى هذا كما عجب ربك من شاب لا صبوة له، أي لا سفاهة له ولا ظلمة ولا تعدي ولا خروج. ومن هنا يتلخص لنا من هذا أن الإسلام اهتم بالشباب باعتبارهم هم مستقبل الأمة وهم حكامها ورجالها وسادتها، ووجهنا إلى أن نحسن تربيتهم وأن نوجههم على هدي الإيمان وعلى هدي الكتاب وعلى هدي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشبوا أصحاب إيمان وفضيلة وأخلاق ومروءة، ولا يضيعوا زهرة شبابهم وقوة شبابهم وشجاعة شبابهم فيما لا ينفع ولا يرضي الله سبحانه. ومعلوم أن الدعوات كلها منذ نوح وقبل نوح للأنبياء والمرسلين كانت كلها قائمة على أكتاف الشباب، فهم المناصرون. وهنا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن جماعة العقب الأرقم، وهي أول جماعة كان فيها بلال وكان شابا، وكان فيها صهيب، وكان فيها سلمان الفارسي، وكان فيها علي ولم يبلغ، حتى إنه قال عندما هاجر وقال له كيف هاجر، قال استأذنت والدي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إليه وقال قال إن الله عندما أراد أن يخلقني لم يستأذن والدي، فكيف أستأذنهما إذا أردت أن أعبدهما. هذا سيدنا علي وهو ما زال شاب. وكذلك الله تعالى نوه بأصحاب موسى فتية موسى وذرية موسى، كانوا عبارة عنهم بالدراري والفتيان لأنهم كانوا صغار، فعلى الأمة من ورائها التوجيه أن يحسنوا تربية الشباب، تكون تربيتنا قائمة على الكتاب والسنة، قائمة على الاهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يضيع عمر شبابنا هدرا وضياعا. وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق ويقاس عليه امرأة معلقة بالمساجد. وقالوا إن الأحكام ولا بأس أن أثير هنا، فقد أثرت هذا الموضوع في حديث من طرف النساء في جمعية أبي رقاء في مشهد أخير يوم فتح برنامج الأمية، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال مسلمة فنهيت عنها لأن لم ترد، فقال لي لماذا؟ قلت لأنه لم يقل رجل أو امرأة، لو قال طلب العلم فريضة على كل رجل لقلنا أن الإسلام ترك المرأة، ولكنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ويقتضي الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى إن المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والذاكرين والذاكرات إلى آخره، فهو في الأمور الهامة. وقالوا إن المفرد ينسحب على الجماعة والمذكر ينسحب على المؤنث، فهذه هي القاعدة الشرعية. ومن هنا ورجل قلبه معلق بالمساجد أو امرأة معلقة، قالوا ومعنى معلق أي مرتبط بها لا يخرج إليها إلا ليعود إليها، ومعنى ذلك أنه من أهل عمارتها. وقد أثنى الله على الذين قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فإذا عمارة المساجد سنة مطلوبة ويستتبعها حضور الجماعات وجهودها مع المسلمين وملؤها بحضور دروس العلم التفسير والحديث والوعظ والإرشاد كلها، لأن المساجد إذا خلت من زائرها ومن معمرها كانت لا قيمة لها. ونعرف أن المسجد الإسلام يعتبر المؤسسة الأولى والخلية الأولى فيه، إذ أن الرسول وقبل أن يصل إلى المدينة أقام مسجد في طريقه وهو مسجد قباء الذي نزوره كل مرة، هذا لأهمية، لم يقم معسكرا ولا تكنة ولا مصنعا، إنما أول ما قام باعتبار المسجد مدرسة
ومجتمع ومنتدى ومؤسسة وجامعة، ومن لم يمر عليهم واحد بعد الهجرة في المدينة إلا بدأ بإقامة المسجد النبوي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل اللبنات أي النجرات، وحتى كان إبطه شعره بيد يظهر، وكان الصحابة يطلبونه يقول أبدا أبدا لا ينبغي أن يحرم معناه لا ينبغي أن يحرم من هذا الأجر، وهو بناء أكبر وأهم وثاني مسجد في الإسلام. إذن من هنا ينبغي للأمة الإسلامية من ورائها التوجيه أن تهتم بمساجدها، أن تهتم بعمارتها، وأن تقي خطباءها، وأن يكونوا عالمين كما طلب من الإمام العادل أن يكون من أهل العلم ورأي الدين، يطلب من الخطيب أن يكون مرينا عالما متفقها حكيما لا يثير فتنة ولا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحق ولو على نفسه. وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانت خطبه تعد عدا، أي كلماتها كانت لم يكن بمطيل ولا بمقصر، وإنما كانت خطبه صلى الله عليه وسلم مختصرة مركزة، ولكنها كانت مؤثرة قوية. ويكفي استماع إلى خطبة أو خطبتين ليعرف الناس الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. فقد نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك القرابين واخفض جناحك لمن اتبعك من. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر النبوي الشريف وقال: والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. انظروا إلى المعاني السامية في هذه الجمل القصار المختصرات المركزات، وهي تكفي لشرحها في مجلدات. فالكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الإسيان بكلمات مركزة بالغة تحمل معاني سامية يكون التأثير فيها أوقع وأشمل وأكبر. إذن الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، وفي رواية المساجد. فيكفي من لا يريد أن يرتع في حياض الجنة ولا في مرابعها، فهي دونكم في الدنيا قبل أن تصلوا إلى الآخرة. فلنتجه إلى المساجد ولنحضر الصلوات الخمس إن أمكن أو بعضها، ولنحضر صلاة نحضر قراءة الحزب، حزب الجماعي هو سنة مجتمع قوم في بيوت الله. على ما يقول الوهابيون صراحة وقت أجبناهم في المدينة المنورة مكة، فإحنا في مسلم صحيح مسلم، هذا ليس حديثا أحاديا أو مفردا أو غريبا أو ضعيفا، وإنما هو حديث صحيح. مجتمع قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارون إلا إله. فإذن فليحرص المغاربة على هذه السنة وليحافظوا عليها، ولكن عليهم أن يحسنوا التجويد وأن يزينوا أصواتهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زينوا أصواتكم بالقرآن، أي زينوا قراءتهم بالأصوات الحسان البالغة المرتلة. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه افترقا عليه، ويصدق عليهما كما قلنا، وامرأتان اجتمعا على الله أي على حب الله افترقا عليه. ومعنى اجتمعا على أي جمعهما حب الله. قد يكون هناك شركة أو تجارة، لا مانع من ذلك، ابتغوا الوسيلة والفضيلة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا في الحج كما قال الله تعالى: لا مانع أن يجمع الإنسان بين الفريضة وبين السنة وبين الوسيلة، هذه شريعة. فقال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا. فمن أراد أن يجمع بين التجارة والحج على أن لا يخلط بينهما، إذا بيوم عرفة السوق ويخلي العرفة، هذا لا يجوز. ولكن لا مانع تعرفوا أن الإسلام جمع بين الدين والدنيا، بين شريعة تجمع بين الروح وبالمادة، لا بد من هذا. فرجلان تحب في الله أي كان حبهما وتعارف، امرأة ذات منصب وجمال ويقاس عليه، وهذا القياس أجمع عليه شرح الحديث، وامرأة دعاها رجل ذو منصب والقياس عليها ذو منصب وجمال. فقال لنا قالوا احنا أنه المنصب، ما هو المنصب؟ المنصب هو النسب والحجاب والمال والشهرة والجمال، خمسة. علاش؟ لأن قل من النساء من تملك هذا، هذا بسيط،
وقل من الرجال من يصبروا على الإرهاب. قل بالفعل. قالوا أولا من باب الإغراء أنها تسهل على الإنسان مشقة الوصول إلى عدة الحسب والنسب والجمال، سواء كانت دعوتها لنكاح أو صفة. الشكل الأول هذه من مغريات الشيطان. ثانيا أنه قلما امرأة تجمع شو تخويف الله سبحانه وتعالى من عملية الزنا ومن عملية الصفة، أنه قلما توجد امرأة بهذه الأوصاف تكون شريفة وذات حسب ونسب وجمال لأنه اجتمعت بعض الشروط. فقال الأول يا ربي إن لي أبوين شيخين عجوزين كنت أبرهما وأخذهما وأطعمهما طول النهار، فإذا رجعت قلت إليهما قبل أن أعود إلى زوجتي وأولادي فطبخت لهم الطعام وأخذتهما من نومهما وأطعمتهم بيدي حتى يرضيا علي ويدعوا لي ثم أعود إلى أولادي. قال ففوري طرف الحجر. قال الثاني وهذا هو المقصود، قال الثاني إنني ابنة عم كنت أغويتها وأغريتها فتمنعت علي وجاء يوم وقصتني من أجل مال كبير علي في دين، فقلت لا أعطيك هذا المال إلا إذا مكنتني من نفسي. قال فلما حلوتها حديث صحيح، فلما حلوتها قال اتقي يا هذا ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فخشيت الله سبحانه وتعالى. من منا أيها الناس يفعل هذا الإيمان الذي يفعل هذا؟ من منا يصل إلى هذا المقام؟ قال فاتقيت الله وخفته وخفت عذابه وجحيمه وناره فقمت عنها وامكنتها من المال. وقال آخر لقد كان لي راعي وادخل ما عندي مدة، فلما ذهب مغتبا فأخذت أجره ولم أشتريت غنمات واستثمرته، فمرت سنوات وسنوات وقال يا هذا أعطيني أجري. قال اذهب إلى هذه الأغنام الكبيرة من الشعر وخذ فإن مالك وحق لي. قال أتهزأ بي؟ قال والله. قال فأخذها طلع الله ففرج فرجة ثالثة نجوى. قال لي حقيقة أليس هذا الحديث تعنيني عن لوحة أو تمثيل يا كريمة؟ أولا تقدم النص السني الحديثي في طريقة عصرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس على قدر عقولهم أو على قدر ما يفهمون وتكون أبلغ في النفس وخاصة في النشر. فعلى فنانين ورسامين أن يستلهموا معاني قيم وكتابي بشرح حياتينا واحد سيدي عبد الله هو من بيننا. ورجل أنشوفه في الدار أنا الصحابي قريب الاختبار. ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقل لي أن قالوا والامتحان هنا أن الله الذي خلق فينا النوازع وخلق فينا الشهوات وجعلها من طبائعنا نبهنا إلى أن نتخذ الزواجر والنواهي وأن نعتصم بالموانع وبالاحتياطات لنقي نفسا الشعور ولا نقي الزلات ولا نخاف من مغريات الشهوات، كما هو حديث تعظيم هذا الخيم في هذه المرأة الجميلة الغنية الكريمة والتي تدعوك إلى صفة أو نكاح بدون حق فتبقى خشية من الله وخوفا من عقاب الله وعذاب الله. ورجل دعته امرأة أو امرأة دعاها رجل ذو منصب وجمال فقال إني أفقدت إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها احتالت عندما شماله ما تنفخ، استعمال فعل مضارع استمرار، اسمع استحمد استمرار. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها احتالت عندما شماله ما تنفق لأن يسمع أنفقت معناها الماضي فعل مضارع تقريتي وتفسير التربية كاستمرار حتى تذكر بهذا. قال الصدقات أصلها الخصلة السادسة من الخصال كما قلنا في القاعدة التشريعية أيضا من القرآن، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خفيف. إذن إخفاء الصدقات. ولكن قالوا إن هناك فرق بين الصدقات والشرعية، لا فرق بين إعلان وإخفاء وبين المفروضة وغير المفروضة. ولكن الصدقات الواجبة
الزكاة تسمى صدقة. صدقة تسمى زكاة. الزكاة تسمى صدقة لأنها تبرع. فالصدقة الواجبة كصدقة الفطر وصدقة الأنعام وصدقة الأموال اللي هي مفروضة يجب الإعلان عنها والإعلام بها ليعلم من لا يعلم وليعرف من لا يعرف. وخاصة قالوا هذا يجب على الإمام يكون الإعلان بها دفعا للمقصرين في أدائها أو الذين لا يؤدونها بالمرة. إذن في الإعلان عن الصدقات الواجبة واجب شرعا وأفضل من إخفائها. أما الصدقات المسنونة أو مندوبة والصدقات اللي هي غير اللي كل منا كيرضيها على الفقراء وعلى الدراويش وعلى المرضى وعلى اليتامى فينبغي ويجب إخفاؤها دفعا للرياء ودفعا للسمعة. دفعا للرياء ودفعا للسمعة لأن الأخرى يجب عليك أن تقدمها خفيتها معك. فإذا لم تؤديها فإنك ستلقى عذاب الله يوم القيامة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يوم تقوى جلوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا. فإذا الإعلان فيها أولى وأفضل ليعلم من لا يعلم وليعرف من لا يعرف. أما الصدقات المندوبة فينبغي إخفاؤها وعدم الترجح بها. وقالوا إن التعبير بعدم علم الشمال منفق وكناية كناية ومبالغة في الإخفاء لأن لا يمكن الإنسان أنه يتحكم في أهل. ولكن قالوا المقصود بهذا من الإعجاز القرآني والحديث النبوي هو المبالغة في الإخفاء وتصدق مخافة الوقوع في الرياء وفي السمعة كما قال الله تعالى أن الصدقات الممنونة باطلة ومن شأن إعلانها يكون امتنان لأن يقصد بها أن أعطيت الحج فلان أو أعطيت لهذا أن يشتري أو أعطيت لهذا فهذا الإعلان يجعله ممنونا والمنة تبطلها. وفي يا الذين آمنوا قال الله لا تصلوا صدقات الولد الذي ينفق ماله من أهل الناس لا يؤمن إلا بالله واليوم الآخر. فإذا عليكم أن تخفوا صدقات المندوبة وألا تعلنوها تقربا إلى الله وبعدا من كل رياء وسمعة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله فتنفق يمينه. ورجل آخر بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصال الأولى العظيمة الإمام العديد وختم بالرجل الذي ذكر ورجل ذكر الله خالي ففاضت عينه. وهنا أيضا تعبير مجازي بلاغي لأن لا تفيض إلا البحار فالعيون لا تفيض وإنما تدمع. ولكن قصد منها هو المبالغة في الخشوع وفي الخوف وفي الخشية حتى يبكي الإنسان وحتى الذي يبكي مصطنعا فإنه لا تفيض عينه من الدم كما قال الله تفيض عينه من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون. فمن كثرة فقرهم ومن حاجتهم وعدم سؤال من الناس مخافة أن يورثوا أمواجهم فاضت عيونهم خشية من الله أن يرزقهم. كذلك هنا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت أي دمعت عيناه وكناية تعبير بفيضان عبارة عن المبالغة في الخشية وتأثر الإنسان. قالوا إن هنا المقصود بهذا أن الإنسان قد ذكر الله خاليا لأن من شأن الخلاء أن يبتعد عن الناس. وإذا الإنسان